حالات. يعني اكيد لا شك انه في هون انانيين وفي هون انانيين، في ستات كثير انانيين وما بيفكروا الا بالفستان وبالسكربينه وبنفسهم وبحالهم. طبعا وفي رجال انانيين، من حظي انا انه انا يعني طلع لك هيدا النموذج. اليوم قبل اي اختيار رح ترجعي تقومي فيه، على شو بتبحثي بالدرجه الاولى؟ بكذب عليك اذا بقول لك اختيار، بكذب عليك، هو القلب. يعني انا ما بقدر ان 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 اتجمل واقول انه انا اليوم رح يكون عندي ليستا وبده يكون مدري شو مدري شو مدري شو. لا بس قولي لا، تجارب بالحياة القلب ما يريد، ما مش بالقلب ما يريد. ما بناكل كف اول مره، بناكل كف ثاني مره، ثالث مره، طب فينا ثالث مره؟ لا ما فينا، مش معقولة، مش كف عادي يعني. لا أنا أصلاً بعد معك فلوس؟ لا الحمد لله خلص راحوا، الحمد لله. أنا بقول إنه يعني أحسن من المصاري وأحسن من كل اللي صار معي، إنه عندي نور، هيدا بعوضها بمصاري الدنيا كلها. موضوع تاني، موضوع تاني. مبسوطة فيها وفخورة فيها وسعيدة فيها أكثر ما فيك تتخيلي. هيدا أحلى ثمن دفعتي بالحياة على فكرة. هيدا أحلى ريورد أخذته، مش ثمن. أنا دفعت كثير وضحيت كثير، بس أخذت شيء كثير فاليبل، كثير فخوره فيها الحمد لله. قبل ما انتقل ل ما فيش، لا رجل اليوم اختلف عن رجل الامس، دولي طبعا شو اللي اختلف فيه؟ كل شيء. رجل اليوم بيشبه شو؟ كيف؟ بيشبه عباره شو؟ عن شو؟ بيشبه شو؟ عباره عن شو؟ ما بعرف كيف توصفيه؟ شو صفاته رجل اليوم؟ مقارنة بالامس، ببياتنا ما بيشبه بي ابدا، ما بيشبه بي ابدا، بس ما بعرف اقول لك. يعني انا بعرف اقول لك انا 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 شو كنت شايفه الرجل، الرجل اللي كل الناس بتحكي عنه منيح، اللي سمعته بتجنن، اللي بحب عائلته، اللي ما في شك انه حتى زمان اكيد كان في رجال مش منيح ونسوان مش منيح يعني. بس خليني احكي عن تجربتي، انا بقول انه رجل متزن ومحترم وبيخاف على عائلته، بيخاف على مرته، بيخاف على اولاده، بيراعي ربه بهيدي الاسره، وبيعمل اكثر ما عنده ليأمن لاطفاله كل اللي ممكن انه من علم، من 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 عيشه حلوه، مرته بتحبه بعدها لليوم بعد 10 سنين بتحكي عنه وبتحكي عن طيبته وعن اخلاقه وعن حنيته. هي الصفات القديمه، فهيدي الصفات اللي انا بعرفها. هلا اليوم اكيد تغيرت الدنيا، تغيرت المواضيع، صرنا ما بعرف، صار رجل الفيسبوك يمكن، شو بعرفني. ما بعرف، صار مختلف، اكيد صار مختلف. بتخافي على نور بالمستقبل واختيارات او وجود الرجل بحياتك؟ اكيد طبعا، اكيد بخاف على نور انه تكون مثلي. يعني انا عم جرب انه 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 قويه بمطاريح ما تكون بتشبهني فيها، يعني ما تكون حدا هالقد عاطفي، وما تكون هالقد حدا بينساق ورا قلبه، لانه انا عاطفيه وخلص، شو بدنا نعمل؟ بعد ما شاب ودوا الكتاب خلص، هي شو حنعمل؟ انما لا، عم جرب انه هي حط فيها اشياء انا منا موجوده فيها، منا موجوده فيي، على الاقل لما تختار نفس اختياراتي، لما توقع نفس اللي انا وقعت فيه، تقدر على الاقل انه هي تعمل الاسره الحلوه اللي انا كنت بتمناها.